ننتقل معكم قبل الختام لمسابقة رمضان قصة وسؤال يلي بنترافق فيها معكم مشاهدينا كل سبت، والتصويت بيكون عبر الفيسبوك على موقع الإخبارية، والتعليق الأول والصحيح عم يفوز معنا أسبوعيا بجائزة سحور لست أشخاص مقدمة من مقهى المكتب. تفاصيل المسابقة كل سبت مع زميلتنا هالة السعدي. سعد صباحك هالة. صباح الخير نور، صباح الخير ليا، صباحك. صباح الخير مشاهدينا وين ما كانوا عم يتابعونا. شو السؤال اليوم يا هلا؟ وان شاء الله ما تكوني مصعبتي لنا. خلينا نعرف الاجابه تبع الاسبوع الماضي اللي هي ابو العروض ابو خليل الفراهيدي، واسم الرابح هو حمزه اليحيى. نعم، خلينا لكن نقول مبروك لحمزه يلي ربح سحور لست اشخاص من مقهى المكتب. اما مسابقتنا وسؤالنا لليوم، مسابقتنا الرمضانية عم نعيش كل حلقة دقائق مع شخصية وضعت بصمة في تاريخنا العربي والإنساني، منتذكر كثير من تفاصيل حياة هاي الشخصية، ومنترك لكم مهمة معرفة اسمها ومعلوماتنا عن الشخصية بعد الفاصل. ولد عالمنا في مدينة الزهراء وتعود أصوله إلى الأنصار، وقد عاش في مدينة قرطبة في الأندلس حيث درس وتعلم ممارس الطب والجراحة، وقد ذكره ابن حزم في كتاباته وعده من أعظم أطباء الأندلس. عالمنا طبيب مسلم عربي ويعد من أعظم الجراحين في العالم الإسلامي، ووصف بأبو الجراحة الحديثة، وهو من أشهر جراحي العرب، أول من اكتشف الطبيعة الوراثية لمرض الناعور. اخترع العديد من أدوات الجراحة، أداة ليدخل أو يخرج الأجسام الغريبة من وإلى الحلق، واخترع أداة لفحص الأذن وغيرها. أول من استخدم خطافات مزدوجة في العمليات الجراحية، وأول من توصل إلى طريقة ناجحة لوقف النزيف، أول من أشار إلى استخدام النساء للتمريض في كتابه التصريف لمن عجز عن التأليف، والذي يعد موسوعة طبية تتكون من 30 مجلدا، وقد جمع فيها العلوم الطبية والصيدلانية الأسنان والولادة، ووصف الأمراض بطريقة التشريح، وكان محتواه الأبرز للجراحة، والذي ظل يستخدم لخمسة قرون في أوروبا في العصور الوسطى. بالختام مشاهدينا، بعد اطلعنا على جزء يسير من عالمنا العربي، ندعوكم للمشاركة في المسابقة، والمطلوب ذكر اسم هذه الشخصية بالكامل وإرسال إجاباتكم بتعليق على رابط الإخبارية السورية على الفيسبوك. وللسبت الجاي بدي ودعكم، أتمنى لكم التوفيق، وإن شاء الله صيام مقبول، افطار شهي باذن الله. فينا نغشش المشاهدين؟ عرفنا على فكره مش هنغشش المشاهدين، في وله مشفى باسمه عنا بدمشق. اوكي، بس هيك صعبتيها هلا. شكرا كثير لك، واكيد كل سبت بنلتقى معك بسؤال جديد، وبنحب فقرتك لانه بتربحينا. شكرا كثير ويسعد صباحك. صباحك. شكرا لك هلا.